عندي هنا فايند ان و3 باور ان تايمز 3 باور 5 ايكوال 1. مبدئيا كده الوان ده بيتشكل معايا زي ما انا عاوز بالظبط، فانا هخليه نفس البيز هنا. هنا هيبقى 3 باور ان تايمز 3 باور 5 ايكوال 3 باور 0. فكده عندي البيز هو البيز، هثبت البيز وهعمل بلس للباور، يبقى 5 ان بلس 5 ايكوال 3 بلس 0. يبقى انا كده البيز ايكوال بيز، يبقى انا كده عندي الباور ايكوال باور. يبقى هنا ودي ال 5 الناحية التانية، بقت ال n ايكوال نيجاتيف 5. كده خلصنا.